إتمام الصلاة في السفر غير جائز عند بعض العلماء الذين يقولون بوجوب القصر كأبي حنيفة، وعند الآخرين جائز لكن مع الكراهة، وهذا هو الأقرب أنه جائز مع الكراهة. ودليل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما أتم عثمان في منى أنكروا عليه الإتمام، ولكنهم كانوا يصلون معه ويتمون، ولو كانوا يرون أن القصر واجب ما أتموا معه، لأنهم يزيدون في الصلاة ما ليس منها. فالأقرب عندي أخيرا أنه ليس بواجب لكنه مكروه ما لم يصلي الإنسان مع إمام يتم، فيلزمه الإتمام سواء أدرك الصلاة كلها أو بعضها.